بنكهة إفريقية أقيمت على ملعب 8 مايو بالجزائر، بطلها وفاق ستيف والوداد البيضاوي برهان تحقيق الأسبقية في ذهاب ربع نهائي أعرق المسابقات الإفريقية دوري الأبطال. أصحاب الدار دخلوا المباراة بأفضلية الجماهير الداعمة للكتيبة الصيفية لتأتي أولى المحاولات مبكرا منذ الدقيقة 5، حيث أعاد القائم الأيمن كرة الحبيب بوغلمونة قبل أن يخطئ زميله رضوان السعدي شباك ياسين الخروبي رغم موقعه المتميز مؤجلا فرحة الجماهير بالتقدم. وتواصلت السيطرة من كتيبة الوفاق لتتجسد بهدف عبر إيسلا ديوماندي في الدقيقة 16، بعدها كان الحذر سيد الموقف لينتهي الشوط الأول بتقدم وفاق سطيف بهدف للا شيء. بعد العودة من الاستراحة كان لزاما على وداد الأمة فرض إيقاعه، حيث اقترب من التعديل لكن تسديدة اسماعيل الحداد أخطأت هدفها. بعدها واصل حامل اللقب القاري محاولاته ليقترب عبد اللطيف نصير من التسجيل، لكن المحاولة لم تأتي بالتغيير، وتكرر الأمر في أكثر من مناسبة، غير أن النجاعة غابت عن لاعب الوداد أمام التسيير الجيد من قبل رفاق عبد المؤمن جابو. تقدم مرضي لسطيف من جهة، لكن الوداد سيعمل جاهدا على تدارك تأخره في موقعة الإياب. وتعادل الأهلي